السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، والنهارده فيديو جديد كده حابب ادردش فيه في كام نقطه كده بسيطه. يعني الفيديو ده دردشه مش معلومات، عشان في ناس بتبقى دايما، انا عارف انها بتبقى داخله تستفيد معلومه. هو الفيديو دردشه يعني ما فيهوش معلومات قوي، عشان لو ما عندكش وقت برضه ما نضيعلكش وقتك. في كده سؤال ناس كتيره بتساله، وبرضه اكيد يعني ممكن يكون دار في ذهن حد، مش شرط يساله يعني، بس اكيد جه في باله. هو ان انا ساعات بيلاقوني بنصح بحاجات وفي شغلي بعكس الكلام اللي انا بقوله. بمعنى يعني مثلا انا في فيديو طلعت قلت فيه يا جماعه الشاشات الفريملس دي هي مجرد شاشات غاليه على الفاضي، شاشات مش بتديك اي امكانيات زياده، سنه انتاج حديثه، شكل شيك، لكن مش بتديك اي امكانيات زياده. وبيستغربوا ان انا بنزل الشاشات الفريملس. مثلا في فيديو طلعت لما كانت على الماركات قلت ان ال جي انا ما بحبهاش، وان هي ماركه مش كويسه قوي، وانا مش متقبلها يعني كيوسف، وبرضه بيلاقوني بنزلها. فالناس بتبقى مستغربه، يوسف انت بتقول كلام، بتقول الحاجه دي يعني انت مش عاجباك وبتنزلها. فالفيديو ده ببساطة انا عايز ارد على النقطة دي بس عشان نوضحها للناس حبايبنا. يعني بص يا جماعة، انا دايما بقول لك افصل ما بين انا كتاجر كواحد ببيع، وبين كشخص بعمل فيديوهات شروحات او شخص بحاول انصحك بما يرضي الله في اي حاجة. كتاجر لازم ابقى انا ماشي مع السوق، ما ينفعش امشي بمزاجي او ذوق الشخصي زي ما بنقول. يعني هضربها لك مثال بسيط. هنعتبر ان في واحد دلوقتي عنده معرض عربيات، والشخص ده عاشق لماركة مرسيدس او بيحب ماركة مرسيدس، وشايف ان ماركة مرسيدس بتقدم لنا كمميزات او كسعر افضل من العربيات بتاعت بي ام دبليو، وممكن يكون رأيه صح، هنعتبر ان هو رأيه صح. طب هو لو مشي بالمبدأ ده ومنزلش عربيات بي ام دبليو، طب ما في ناس مع احترامي مختلفة معاه في الرأي، في ناس شايفة ان عربيات بي ام دبليو دي هي العربيات الخارقة وهي عربيات افضل من مرسيدس، فهو بكده خسر فئة من العملاء. هو كان ممكن يجيب عربيات بي ام دبليو ويبيعها، فهو لما فرض رأيه بالتالي خسر فئة عملاء. هو الموضوع بنفس الموضوع معايا كده. اي نعم انا شايف ان الشات فريملس هي الشات غالية على الفاضي، هي بتديني سنة انتاج حديثة وبتديني شكل شيك، لكن هي مش بتديني اي مميزات زيادة. وشايف بقول لأي حد يعني كنصيحة، لو معاهوش فلوس يروح يشتري شاشة مفريم، لكن ما ينفعش منزلهاش. ليه؟ لان في ناس ممكن تكون معاها فلوس وعايزة تشتري شاشة فريملس، لان في ناس مختلفة معايا في الرأي. في ناس على فكرة شايف ان شاشة الفريملس دي هي حاجة واو، حاجة اعلى بكتير من شاشة مفريم وبتديك مميزات اعلى. ففي ناس مختلفة في الرأي، فانا ما ينفعش امشي رأيي على الناس كلها او في شغلي بالذات. يبقى انا كده بخسر الناس. لما حد مثلا يبقى عايز شاشة فريملس وانا مش منزلها عشان انا رأيي مش مقتنع بيها، فانا كده بخسر فئة ناس. ففي الشغل دايما لازم افصل ما بين رأيي الشخصي وما بين البيع اللي انا ببيعه. بالنسبة لل جي انا قلت انا مش متقبلها. في ناس كتير على فكرة بعتت لي لما عملت الفيديو ده واللي ازاي ده ال جي كويس انت ظالمها ومش عارف ايه. هي ال جي معظم شغلها بيجي بالادابتر، تمام؟ انا يعني انا مشيت ورا كلام الناس، يعني خلينا نشوف برضو. وفي تجار على فكره كلموني برضو، قالوا لي ان اكيد العيوب اللي بتحصل بسبب ال جي ان انا كنتش بستخدم ادابترات مش الاوريجينال بتاعت الشركه. والكلام ده كان حقيقي زمان، يعني اول ما بدات في شغل لما حصل لي مشاكل مع ال جي في الماركه دي، كان فعلا كنت بجيب ادابترات مصري وكده. ففي ناس كتير نبهتني قالت لي هو ده اللي كان بيعمل مشاكل. يعني قلت خلاص ادينا هنديها فرصه، ونزلت ال جي من فتره زي ما احنا عارفين كده، او الناس اللي بتتابعنا، ونزلتها بالادابترات الاوريجينال، نزلت كل حاجه اوريجينال معاها عشان ايه يعني نشوف كده. وبتابع مع الناس يعني الحمد لله الدنيا لحد دلوقتي تمام، وبرده هفضل متابع عشان برده الواحد ممكن يكون فعلا في حاجات غلطان فيها او ليه وجهه نظر غلط فيها فبيحاول يصححها. بس برده هرجع اقول لك اهو، في ناس بتحب ماركه ال جي، في ناس شايفه ان ال جي كويسه، ما ينفعش برده احكم رايي واروح ما انزلش الماركه دي. ففي الشغل بتاعنا لازم افصل ما بيني كواحد ببيع، اني لازم احط كل حاجه العميل ممكن يطلبها، وبيني كواحد بشرح لك او واحد بنصحك بحاجه. فطبعا الناس اللي هي بتحب تسمع النصيحه او كده خلاص هم بيسمعوا النصيحه من ناحيه، لكن برضو في عميل ما يعرفنيش، ما يعرفش مثلا او هو ليه رايه، او ممكن يكون مختلف معايا في الراي، وده اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه يعني، لكن هو ممكن يكون مختلف معايا في الراي في اي حاجه انا بقولها، ممكن يكون مختلف معايا فيها. فلازم انا في شغلي انزل كل حاجه. انا بس حبيت ارد على النقطه دي عشان في ناس بتبقى يعني مستغربها، اللي هو انت ازاي مثلا بتقول حاجه وبتخلفها. لا، هو ده شغل حاجه، والنصايح اللي بنقولها للناس حاجه تانية. يا رب دايما تكونوا بخير، واسف ان انا ضيعت 5 دقايق دي من وقتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.